طيب هنتقل لخبر آخر. الخبر ده بيهم قطاع عريض من المصريين المقيمين في الكويت، حيث صرح الطيار عمرو أبو العنين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارا من غد الأحد 5 من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا. يعني الحمد لله أنه دي بداية لفتح الطيران بين الدول العربية، وخاصة ان دولة الكويت كانت يعني قافلة فكرة الطيران من والى الكويت بقالها فترة طويلة، يمكن هي من اكتر الدول اللي اغلقت بشكل كبير وتوقفت حركة الطيران بينها وبين عدد كبير من الدول مش بس مصر. يعني هل ممكن نقول انه يعني طبعا خبر زي ده، لانه العديد من المصريين اللي بيشتغلوا في دولة الكويت كانت عندهم مشكلة ان هم يتحركوا من والى الكويت، يعني كانت في ناس محبوسه وعائلات هنا وعائلات هنا، لكن هل ده بيقول ان احنا يعني الدول العربيه مش قننت، لكن خليني اقول انها ظبطت امورها في موضوع كورونا وفي موضوع الاجراءات الاحترازيه و ان احنا ابتدينا نتعايش مع اللي بيحصل ده وابتدينا نعود للحياه بشكل طبيعي في ظل كورونا برضو؟ لا ما عدناش في الحقيقه، وانا في تقديري ان احنا العالم قدامه وقت شويه، يعني عشان بس الناس ما تبقاش متفائله بفكره العوده الى ما قبل كورونا، لا مش هيحصل في القريب العاجل. يعني انا بتكلم على فتره اغلاق مع الكويت تقريبا وصلت لسنه، بنتكلم زي ما حضرتك قلتي كده احنا عندنا عماله كتير جدا في الكويت، لكن ارجو الناس تتعامل مع القصص بفرض الظرف، بمعنى انه ما حدش بياخد قرار فمستهدفنا، لا هو يحمي مصالحه، وكل الدول بتعمل الاغلاق لتظبيط امورها الداخليه. وكل دول العالم عملت ده في وقت من الاوقات، لكن واحنا بنتكلم على الكويت، الكويت لها ظرف خاص، هي بتعتمد بشكل كبير جدا على عدد كبير جدا من العماله اللي جايين من دول مختلفه، فلازم تظبط الاداء الصحي، يعني حتى وهي بتفتح هي فاتحه بشروط صحيه، فاتحه باشتراطات، فاتحه باعداد في الطيران اللي هيدخل. والامر مرهون بفكره يعني خلينا اقول هي بتعمل حلحله للوضع، لانه في ناس كتير عايزه ترجع زي ما حضرتك تفضلتي، فهو فاتح عشان الناس ترجع، لو في ناس ليها فترات طويله جدا او ناس انتهت اقامتهم لسبب او لاخر او هو مش عايز يكمل يمشي، وده زي ما حضرتك تفضلتي كده مش متعلق بمصر بس، ده شان عام متعلق بعدد كبير جدا من الدول، لكن اكتر المتضررين في العالم هي فكره العماله، لانه وانا بشتغل دايما معروف انه العماله اللي هي العاديه بتبقى الحلقه الاضعف في المساله، لكن لو انا عايز حاجات يعني في مهن مثلا، يعني احنا اتكلمنا مثلا الامور فتحت مع المملكه العربيه السعوديه، وحتى وهي مش فاتحه كانت هناك فئات مستثناه اللي هي الفئات العامله في القطاع الطبي، دلوقتي الفئات العامله في عشان العام الدراسي هيبتدي، ففي دراسه تعليم الناس تروح، لكن في جزء برضو علينا خلي بال حضرتك في هذا الامر، انه حاله الشيوع اللي احنا عاملينها والفيديوهات اللي بننشرها على الفيسبوك والافراح وسط الفيروس ما يقدرش علينا، ماشي اعمل اللي انت عايزه، لكن انا كاخر حضرتك هشوف الفيديوهات مش هدخلك، وده قولا واحدا، يعني جهد كبير جدا تبذله الدولة المصرية في السيطرة على آثار فيروس كورونا، وجهد أكبر يبذله الشعب لإفشال هذه الآثار. هو احنا عندنا مشكلة في الإجراءات الاحترازية حقيقي، أنا معاك في ده، إن الناس خفت تماما من الإجراءات الاحترازية، ليه آثار مرعبة من الدول الأخرى، هو شايفني كده مش هيدخلني، هو شايفني كده هيتعامل معايا بحذر، وهو اما انا هقول لحضرتك عمر الدول لما بتحطني في قائمه حمراء او قائمه صفراء مش بتحطني علشان تقاريري او علشان الجهد اللي انا بعمله، هو بتحطني هو بيقعد يشوف ايه السلوك اللي انا بعمله. الريد زون احنا محطوطين ريد زون او القائمه الحمراء لانه هم شايفين ان الناس لا تتبع الاجراءات الاحترازيه. والمشكله انه الناس كانت بتزعل لما كانت بتفرض عليها غرامات عشان تتبع الاجراءات الاحترازيه. هل المفروض نرجع للغرامات دي تاني او هل المفروض نطبق الموضوع ده تاني بشده علشان تستوعب ان احنا خلاص؟ دكتور عوض تاج الدين لسه قايلها، احنا خلاص دخلنا الموجه الرابعه يا جماعه.
دخلنا الموجة الرابعة. الغرامات موجودة، لكن هي الدولة في الحقيقة اللي أسهل لها إنها بتكثف الجهود. يعني ما هو يعني في واحد مش مقتنع يا يعني ما أعرفش إيه وربنا هيسأل، أصل دي ثقافة يجب أن تغير. لكن الدولة ماشية في قصة إنه كله يطعم، يعني طبعا. يعني بعد الانتهاء من تطعيم المدرسين والفئات العاملة في التعليم، جهاز الإداري الدولة كمان كله الجهاز الإداري، فإحنا بنتكلم على رقم ضخم جدا صحيح. في الحقيقة، وبنتكلم كمان على دلوقتي، يعني زمان كانت الناس مش عايزه تروح، لا دلوقتي الشكوى ان هو والله ده انا مقدم وما بعتوليش لسه. واخد براحتكم، حضرتك ما قدمتش من الاول، ففي فئات اولى، يعني انا باخد القطاعات المتعامله مع الجماهير بشكل اكبر الاول. لكن كمان عندنا فتح في هذا الامر، وان شاء الله لما يخلص التطعيم فكره السفر دي هتبقى يعني احسن.